اهدى اهدى بسم الله بسم الله شو صرنا اهدى لك يا جماعه لك يا جماعه يا حصان شفلان ايش شوفي شو صار يا هاي الحصان انا بدي ادخل شي حدا يا طيب يروا بالكم يا ناس شو عم بصير هون؟ سيحي شوي سيحي شوي على عمتي خطوها خطوها يا بنات يا بنات خطوها يا رفيق يا رفيق اعوذ بالله لك شو عم تعمل لك عمي شو عم تعمل ها؟ قسع هيك قسع احترم حالك انت وياه وعرفوا مع مين عم تحكوا مع مين ما كنا عم نحكي ما بصير نمد ايده على حرمه المره بخطر وبدها نقلع على الخص خاني فورا جيب الحنطور حضر سيدي يا بي رئيس المخفر عم يلم شباب من الحاره شو هالحكي هاد يا بي؟ اي والله ومن بين الشباب نادر المنجد والزعيم ابو العز مو بالحاره ايوه من هيك الحاله ضايجه ولا شيء مو بس هيك يا بي في حصان هايج فلت من ابقاسه من السروجي يا باطري في حدا بس بيحرك ابي والله ما بعرف تمشي لنشوف شرف لا حول ولا قوه الا بالله شرفتوا زعيم كتر خيرك يا راسي افندي مشغول بالي عم استنى منك خبر الله يسترك باذن الله ما بيصير لك الخير لا ينشغل لك بالك خليلي اياك يا رب يلا السلام عليكم يلا يا بي ساعدني لنقلك لك شو ساعدني ما ساعدني اطلع منا انت اطلع شو مفكر الدنيا فلتانه انه هيك بدكم تخلوا المره مشروحه على الارض لا ما رح نتركها بالارض هلا الحريم بيطلعوا على الحنطور اختي بمعيدكم طالعوا الحرمه على الحنطور يلا اختي يلا عرفتوا مين هاي الحرمه يا اختي لا والله يا اخي نحن مو من العباره شكلوا على الله يلا طلعوا على الحنطور لين نمشي قبل ما يصير لنا شيء يا بي انا رايي معنا الخسته خاني ساعديها اختي ساعديها يا رب يا الله بسرعه اختي اتكل على الله عمي اتكل على الله يا رب يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله بسرعة الله يوفقكم بسرعة يا أختي بسرعة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله قوموا منه قوموا منه خير يا رجال خير شو في زعيم صاير ليش هالجماعة هي زعيم في خيل هايج وفلتان بالعمارة شو الحكي؟ إيه مخلوقة كانت ماشية بالصاغ إجا الخيل ضربها أخونا التحسين وصلها على الخسخانة مين المخلوع هاي بقى؟ والله ما بعرف ما ضلنا نعرفها زعيم لأنه في حريم هنن أخذوها ركبوها بالحنطور من برات الحارة الله يستر أب جبري دخيل عينك بدنا عيالك يروحوا معنا الخاصة خاني لحتى نكشف على الحرمة ونعرف من هي عملك زعيم إن شاء الله قبل ما كنوا سلهنينك إحنا كنا هن هذا رئيس المخفر زودها كتير زعيم خير ليش شو في كمان؟ إيه زعيم مزودها كتير كتير لك شو عامل؟ زعيم هو راح بده يحمل حرمة ويحطها على الحنطور لو فوق كل هالشي دق بنادر وسطيف الله يرضى عليكم لا حدا يأتي بحركة لحتى نعرف شو بدنا نتصرف شو هالحكي لك نعمات؟ مين هاي المرة؟ مين هاي؟ ما عرفوها بس هلا راحت أم جبري وعمي زعيم وأعضوات الحارة ليعرفوا مين هي خير إن شاء الله ولي على طولي وليش عم تدعي على حالك بقى؟ خاتون خاتون راحت على بيت أهلك لقاكش برا وبعيد إن شاء الله مو هي أنا ركبي معاني وحملوني رايحة ألبس ملايتي وروح زور بيت خالي شوف شو نصها كمان رح البس ملايتي ورايحه معه يلا نعجي ونخفي انتي الثانيه خافت على بدر الدجخانو ظاهر الصبيه متعرضه لحادث قوي شو بدنا نعمل هلا بدنا نحاول نصحيها شو
ايه وين فايت يا فندي؟ فوت شوف صبية المصابي. لك شيشة؟ لك عمي بلا هالزغبة وطلع من كل القصة، أحسن إلك وإلنا. أساعدك الناح، أساعدك الناح. الله يسوقك يا أبو العز. أهلين زعيم، جيت بوقتها. على فندي بدي فوت يطمن على الحرمة. شلون يعني بدي فوت يطمن على الحرمة؟ جيت من جبري. أهلين يا أختي. السلام عليكم. السلام. جبري الله يرضى عليكي. فوتي شوفينا الحرمة مين برضاي عليكي. يلا عمي يلا. يلا تفضلي. إيه. حسبي الله ونعم الوكيل. إجت حرمة من حارة هالصبية مشان تتعرف عليها. خليها تفوت. طمنيني كيفها؟ الحمد لله الحمد لله، تفضلي شوفيها. خاتون خانو يبعث لي حمى ان شاء الله على قبتي. شلونك مرت خالي؟ اهلين وسهلين. من حق خاتون ما اجت لعندكم؟ لا يوب، لشي قالتك انها جايه لعنا؟ قولي على طولي، قولي على قامتي عليك يا خيتي. شوفي قولي على طولي. لفرميني شو القصه؟ برا يوب، شو القصه لك امي؟ فورتولي قلبي. عز الدين، شو في زمرد؟ خاتون مو مبينه. شو هالحكي هاد؟ على بينا رايحه على بيت خالك ابو فهد، رحت سالت عنها هنيك ما لقيتها. يا خوفي تكون هي الحرمة اللي ضاربها الخيل. الله أكبر على الحكي. شو عم تحكي انتي اختي؟ شو بدنا نساوي هلا؟ شو جبري طمنينا، مين البنت؟ اه شو هي هي البنت يلي شو البنت ايه مين البنت؟ احكي اختي احكي احكي. رح احكي رح احكي والله رح احكي. لك شبكي ايه؟ خاتون بنتك يا زعيم. لك شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي؟ خلاص بخالي خلاص. طمنك يا جبري طمنك عليك. واحد الله ابو العز. الله وكيلك، مثل ما شفت حكيت. انا شو دخلني يلي شفت عليك مين هي؟ الحمد لله جرحك تحسن كثير. ألف الحمد لله. بركي بيوصل الخبر لأخوك بهذا الشيء اليوم، لأنه صار لازم تطلعه. يكتر خيرك حكيم، هذا واجبنا. خاتون، خاتون أبي، ردي علي برضاي عليك. أبي ردي علي ولك أبي، الله يرضى عليك ردي علي. خاتون لا تكسري قلب أبوك لك أبي، لا تكسري قلبي الله يرضى عليك. ما باطل عليك يا خاتون. يو معناتها جايز خاتون تكون هي اللي ضربها الخيل. اي والله يا نعمت، انا قلبي هيك قايل لي. يعني وين بدها تروح؟ وين؟ زعلتيني عليها والله. الله يستر.
أنا نايمة إيش لحالي ملاي وأتفرفه. لكن أنت وياه كن يخرب بيت عيونكم مثل القرود، نار وزيت حار إلهي.